أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج العذراء ليوم السبت 19 فبراير شباط 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، هيكون وفقا لخطتك النهاردة ممكن انك تتعامل مع كل الالتزامات العملية اللي بتواجهك في اليوم ده، وده هيتيح ليك وقت اكتر علشان تكرس لحاجات انت بتهتم بيها اكتر او بتلاقيها اكتر اهمية من اللي انت بتعمله في الوقت ده. طريقتك النهاردة الرومانسية هتكون في انك بتتعامل مع كل الاشخاص اللي حواليك وبتهتم بيهم بشكل كبير جدا ومميز جدا، وهتضمن ليك الموضوع ده رضا كبير جدا، وانت بتحتاج الرضا ده اصلا، واللي هتحصل عليه من خلال انك تحصل على استجابة حنونة جدا انت بتتلقاها في المقابل للموضوع ده، وهيحصل ليك اللي انت حابب انك توصل ليه في خططك لليوم. بالنسبة ليك عاطفيا، هتتعامل بشكل حلو جدا مع حبيبك النهاردة، وهيكون في تفاهم غريزي كبير جدا باللي انتوا بتحتاجوه مع بعض، وهيتوقع منك الاهتمام الحلو ده هو في اليوم ده. لو كنت منزعج النهاردة بشأن حاجة في الموضوع ده، ممكن انك تغير الموضوع علشان توصل لحل افضل. ولو كنت عازب النهاردة، هتقضي بعض الوقت مع بعض الاشخاص اللي هيكونوا حواليك، وهتعمل محادثة، وهيكون عندك كلام كتير جدا من المحتمل انك تكون النهاردة في لقاء حلو جدا علشان تجرب تجربتك المكثفة دي، وتكون تجربة مش هتنسى في الوقت الحالي ده. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، نادرا ما تكون نظرتك للموضوع ده وللحد ده بشكل كويس جدا وواصلة جدا، هتلاحظ ده على الفور النهاردة، وهتحصل على الحاجات اللي انت حابب انك تحصل عليها، وهتحصل على اقصى استفادة النهاردة من النتائج والقدرات اللي انت بتحلم بيها بأقل مجهود. انت هتكون انتقائي اكتر النهاردة، وخاصة لما بتختار المشاريع اللي انت حابب تعملها او حابب تقوم بيها في الفترة دي او في اليوم ده. لو كنت بتتوقع النهاردة انك هتكون واقعي بشأن اهدافك، فده صحيح، انت هتحقق تقدم كبير جدا في انك بتخطط بشكل كويس، وهتنجح في انك تمضي قدما في كل خططك اللي انت خططتها. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر، بيوقظك الحظ النهاردة، والجو بيليزو تاني خالص مع كل الأشخاص اللي حواليك، وهيكون في رغبة إنك تخرج وتدعو ضيوف جديدين ليك علشان تقضوا مع بعض أوقات مسلية أكتر وفيها تناغم أكتر وسحر أكتر ما بينكم. اليوم بيفيض بالاتفاقات دي والتسويات دي والاجتماعات دي. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 3 سبتمبر 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر، الوقت هيكون مناسب جدا علشان تهتم باللي بيتعلق بالحب والعلاقات والزواج حتى، او حتى انك تحافظ على حياتك الاجتماعية. الوقت هيكون مناسب جدا علشان تعمل الموضوع ده، وعلشان تبتدي تعتني بنفسك اكتر من كده. توقعات العشرية التالتة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر، بيعود التنقل النهاردة في التبادلات اللي هتحصل، وهيكون عندك دبابيس كبيرة جدا في ساقيك النهاردة، وهتكون مليء جدا بالأفكار اللي حواليك، وانت في وقت مناسب جدا لكل أنواع الاجتماعات علشان تتخلص من وجه. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، بيقضي القمر يومه في الميزان اللي بيكون دايما متوازن، وبيبحث عن طريقة علشان نسوي بيها الأمور وننعمها أكتر، هنكون متعاونين أكتر ومنصفين أكتر، وخاصة لو في تناغم كبير جدا مع القمر مع عطارد في الصباح ده، هنميل لأننا نبذل جهد إضافي النهاردة علشان نكون شاملين ومتساويين ومهذبين زي برج الميزان. وممكن أن تكون علاقتنا عالية جدا في التركيز النهاردة، وهنكون بنزن جميع جهات النظر اليوم ده، وننظر في جميع الاحتمالات مع القمر ومع الميزان لليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.